السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كلشي هاني، كلشي بخير. اليوم ان شاء الله بنقدم لكم واحد الكيكه رائعه بعصير البرتقال، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. عجبتني هذه الكيكه وكنت غنعملها وكنت نشاركها معكم، ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. على بركه الله ان شاء الله نبداو بالمقادير. عندنا في المقادير نصف كأس من الحليب ونصف كأس من عصير البرتقال، وعندنا كأس إلا قليل من الزيت، عندنا كأس وربع من السنيدة سكر سنيدة، عندنا مبشور البرتقال شوية، عندنا كيسين من خميرة الحلويات وكيس من سكر الفانيلا، وعندنا ثلاثة البيضات، وعندنا في الدقيق أنا محطيتوش، أنا من بعد نجيبو كأسين وملعقتين كبيرتين. إن شاء الله نبدأ بالتحضير. نعملو في الخلاط الكهربائي إن شاء الله، نديرو قبصة ملح، نديرو ثلاثة البيضات، نضيفو كوب ديال السكر سنيدة زائد ربع، إن شاء الله نخلطوهم مزيان حتى ينسجمو مع بعضياتهم. إن شاء الله كيف ما شفتو بعد ما خلطنا الخليط الأول، غنضيفو إن شاء الله الزيت، كوب مع مرش ديال الزيت، وعصير البرتقال نصف كأس، ونصف كأس ديال الحليب، نزيدو ديك الساشيه ديال الفاني، ومبشور البرتقال. نخلطوا الكل حتى ينسجموا مع بعضياتهم ونرجعوا معكم. ودابا بعد ما نسجموا المكونات مع بعضياتهم، ان شاء الله نبداو نضيفوا الدقيق نصف كميه، عندنا كأسين وملعقتين كبيرتين، نديروا نصف كميه مع خميره الحلويات. دابا ان شاء الله نضيفو كيسين من خميره الحلويات مغربل من قبل، ونخلطوه مع بعضياتهم عاوتاني الخليط حتى ينسجم مع بعضياته. انا كله كنديرو هنايا في الخلاط الكهربائي، واللي بغى يديرو في العجانه او يخلطو بالخلاط اليدوي ماشي مشكل، كل واحد والطريقه ديالو. المهم انا كنديرو هنايا في الكوب ديال الخلاط الكهربائي. دابا نبداو نضيفو، مني خلطنا الخليط الاول ديال الدقيق غنكملو الدقيق الاخر المتبقي حتى هو نخلطو. دائما في الخلاط الكهربائي ان شاء الله نخلطو ونرجع معكم. دابا ان شاء الله بعد ما الخليط كله انسجم مع بعضياته، غادي ندهن المول بالزبده والدقيق كيف ما العاده، نعملو الخليط ديالنا في المول باش يدخل الفران ان شاء الله.
الله هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم. البرتقال دابا بعد ما عملنا الكيك ديالنا في المول غادي ندخلوه ان شاء الله الفران ونتلاقاو من بعد. ها هي الكيكه ديالنا طابت ان شاء الله نخرجوها من الفرن ونتلاقاو في التقديم النهائي بعد ما نصيبو السيرو ديالها باش نسقيوها ان شاء الله. نديرو عندنا هنايا في السيرو ديال اللي عصقو به الكيكه جوج المعالق ديال السنيده عندنا معلقه ديال النشا نشا الدوره عندنا كاس ديال الليمون ديال البرتقال عصير نخلطو الكل هكا على البارد نواصلوا التحريك ان شاء الله حتى ينسجموا مع بعضياتهم مزيان ونشعلوا عليهم البوطه. دابا نشعلوا عليهم البوطه ونبقاو مع التحريك شيء قاد عندنا الخليط تكون بيه السيرة ان شاء الله ونسقو بيه الكيكه ديالنا. ها هو بدات يعقد ان شاء الله هذا هو السيرو نسقو بيه الكيكه ديالنا. صافي دابا نطفيو عليه النار نخليوه حتى يبرد شويش غير شويه ماشي بزاف ونسقيو بيه الكيكه ان شاء الله. ها هي الكيكه ديالنا ان شاء الله نبداو نسقيوها بداك السيرو اللي صايبنا. دابا نبداو نسقيوها ان شاء الله بهاد السيرو اللي صايبنا معاكم. دابا ان شاء الله بسم الله نكتروها شوفوها كتجي هشيشة غنقطع لكم هاد جوج طريفات باش يجي منظر زوين. هانتوما كيف كتشوفوا المنظر ديالها كيجي زوين كيشهي وكتجي رطبه وهشيشه بزاف هانتوما وسقيناها بزاف شوفوا
تجي لذيذه لذيذه لذيذه. نتمنى منكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك واشتراك ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله وقوته.